بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا النهاردة آخر لقاء لينا في أفسس، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، وآخر جزء من الإصحاح الأخير إصحاح 6. عشان نراجع أفكركم، أفسس من البلاد اللي بعت لها بولس الرسول من سجنه في روما، وكانت بلد غنية وبلد ضخمة، وقضى فيها 3 سنين خدمة وأسس فيها كنيسة قوية. إنما عدو الخير كان بيحارب الكنيسة ببدع وهرطقات وأفكار ومشاكل. هو معلمنا بولس في السجن بعت عشان يشرح الإيمان بعدته ويشرح الحياة المقدسة أو الحياة المسيحية بعد كده. فأول 3 إصحاحات أفسس 1-2-3 فيهم سر المسيح أو سر الكنيسة، وأفسس 4-5-6 فيهم الحياة المسيحية أو السلوك المسيحي. وهي رسالة جميلة وعميقة ومليانة تعبيرات لتورجية، يعني إيه؟ يعني يبدو عليها أنها كانت بتتقال في صلواتهم الكنسية في الوقت ده. تاخدوا بالكم، عدنا على كذا جزء وقلنا واضح ان دي صيغة معينة كانوا بيستخدموها في الصلاة في الوقت ده. الجزء الاخير اللي كنا بندرسه كان فيه وصايا نوعية، يعني توصيات خاصة بالازواج، توصيات خاصة للزوجات، توصيات للاباء، توصيات للاولاد، توصيات للسادة، وصايا للعبيد. واخر جزء بنسميه سلاح الله الكامل، وده بقى مطلوب من الكل، لما بيقول أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل. وابتدى معلمنا بولس الرسول يوصف اللبس أو السلاح الروحي، وقال إن احنا مش بنحارب بشر، احنا بنحارب الشياطين، بنحارب ولاة هذا الدهر، بنحارب أجناد الشر الروحية في السماويات. وشرح لنا اللبس على شكل منطقة، قال في الأول خالص اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. أول ما الواحد يلبس، عسكري من دول يلبس المنطقة العريضة دي على وسطه، وبعدين يلبس درع البر، وبعدين يحط حذاء حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، وبعدين حاملين فوق الكل الترس الإيمان، وأخيرا يحط خوذة الخلاص ويمسك سيف الروح. وقلنا حتى هو مشيها بالترتيب المنطقي، الواحد بيلبس اللبس بتاعه. وكل كلمة من دول غنية بالمعاني، فبرضه هنعدي على شوية معاني تانية مرتبطة بالسلاح. قلنا المنطقة مقصود بيها ضبط الشهوات، بداية الطريق الروحي انك تضبط جسدك، انك تقول لا لنفسك. لو ما عرفتش تقول لا لنفسك مش هتعرف تقول لا للخطأ اللي يجي من بره. فالمنطقة يعني شد الوسط، يعني ربط الحزام، يعني ضبط الجسد. كل دي علامات الاستعداد، علامات الرجولة، علامات الجدية، علامات الأهلية، يعني للمعركة تبقى مؤهل انك تحارب. انما تبقى الحكاية سايبة يبقى مش ممكن تدخل في معركة حقيقية مع عدو الخير. قلنا قال كلمة بالحق، اثبتوا ممنطقين احقائكم بالحق، اللي يساعدك تضبط شهواتك الحقيقة. الحقيقة يعني كل ما تؤمن به، حقيقة زوال هذه الحياة تساعدك، ما تستاهلش انك تعيش تاكل وتشرب لانها حياة زائلة. حقيقة ان في حياة ابدية لها سكة تاني غير الاكل والشرب تساعدك انك تضبط شهواتك. حقيقة ان في عدو اسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه، كل الواحد يخاف ويضبط شهواته. حقيقة انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، تساعد الواحد يصوم ويضبط نفسه. حقيقة ان ربنا يسوع له المجد هو مثلنا الاعلى، هو الإله المتجسد اللي عاش على الأرض، وورينا إزاي الواحد يمشي صح
وما يسيبش جسده أبدا يسوءه. كل دي حقيقة تساعد الواحد يثبت ومنطق أحقائه بالحقيقة. درع البر مقصود بيها الفضائل. كلمة البر مقصود بيها الحياة الفاضلة والحياة النقية والحياة المقدسة والحياة اللي فيها بر المسيح. لما الواحد يبقى في بر المسيح يعني متشبه بربنا يسوع، الشيطان ما يقدرش عليه. والمسيح له المجد في كل الفضائل، يعني أي فضيلة تفكر فيها هيفضل مرجعها الأول ربنا يسوع. لو قلت الصبر، صبر المسيح. لو قلت الهدوء، هدوء المسيح. لو قلت التواضع، تواضع ربنا يسوع. لو قلت الحكمة، لو قلت المحبة، لو قلت أي فضيلة مرجعها الأساسي ربنا يسوع، لأنه هو الوحيد الكامل. فلابسين درع البر يعني اللي مغطي جسمك كله انك انت باصص على ربنا وبتتشبه به في ودعته، في اتضاعه، في صبره، في طول اناته، في حكمته، في سكوته، في كلامه. ده درع ليك، درع البر، بحيث اي خبطة من عدو الخير ما توصلش قلبك، ما توصلش جسمك، لانك انت ايه؟ مدرع، محصن. والبعض بيعتبر ان درع البر هو اسم ربنا يسوع نفسه. لما الواحد يكون بينادي على اسم المسيح له المجد طول الوقت يبقى لابس درع البر. فلما تعود نفسك اول ما تصحى تقول يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يبقى في درع كانك لبست درع البر. فتيجي افكار شك، افكار شهوه، افكار غضب، افكار انتقام، افكار ماديه، تخليها تقع بسرعه وما تدخلش قلبك وما تدخلش عقلك، لأن في درع. بعد كده يقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. حط الإنجيل هو الخط اللي بنحازي عليه، أو يعني بمثابة الحذاء القوي اللي بنحتذي به عشان ما نتعورش برجلينا. معناها ببساطة وانت ماشي في الدنيا، الدنيا مليانة فخاخ، مليانة مسامير، مليانة حاجات تجرح. لو الإنجيل شغلك ووصية ربنا قصاد عينيك هتدوس على الحاجات دي مش هتتعور. إنما لو الإنجيل مش في حياتك كفاية كأنك حافي. طبعا الإنسان لو دخل حرب وهو حافي مش هيكمل، رجليه هتتجرح أو هتتعور أو هتتشوك ومش هيكمل المعركة. فحط الإنجيل زي الحذاء. استعداد إنجيل السلام يعني أنت بالرغم أنك بتحارب عدو الخير إنما هي رسالة سلام للبشر، فأنت في صلح مع كل الناس وفي عداوة مع عدو الخير، لكن أنت في صلح مع الناس كلهم مهما عملوا. اللي علمنا كده الإنجيل، اللي ينبهنا نمشي إزاي الإنجيل، اللي يضبط أقدامنا هو كلمة ربنا. فهنا بيقول باستعداد إنجيل السلام، كأن الواحد لازم قبل ما ينزل الصبح يقرأ الإنجيل، وبالليل يمكن يقرأ الإنجيل، ويخلي الإنجيل كده مرجع ليه عشان يحازي عليه، يمشي خطوته محسوبة على كلام ربنا. بعد كده قال حاملين فوق الكل، عند اللي جاي ده مهم قوي، قرص الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس أو سهام الشرير الملتهب. ليش احنا قلناها بنقول تاني يعني بنفكركم. قال اوعى تطلع كده على كده وخلاص، انت لازم تبقى معاك الترس اللي بتمسكه في ايدك كده عشان تصد بيه السهام، سهام الشرير الملتهبة. عدو الخير بيرمي سهام، والسهام طبعا بتيجي بسرعة وبتجرح وكمان بتحرق ملتهبة. لو عندك إيمان قوي هتصد ده كله. يجوز سهم يجي سهم تجربة يوجع يحرق، إنما لو عندك إيمان أن كل الأشياء تعمل معا للخير هتصد ومش هتتجرح، وهتقول ربنا عارف بيعمل إيه، ربنا بيعمل كل حاجة صح، ربنا بيختار الصالح. أنا مش فاهم إنما أنا واثق إن ربنا ما بيعملش غير كل خير.
اسمه إيمان. ترس الإيمان يصد سهام الشك. يفكر يقول لك طب هو المسيح ربنا؟ طب ازاي كان بينام وازاي كان بيبكي وازاي؟ تقول لا لا، بالإيمان بتصد وتقول المسيح له المجد، أنا أؤمن أنه إله حقيقي متجسد ودون صوت طبيعي، ومن هنا كان لازم يأكل ويشرب وينام ويبكي، إنما ده ما يأثرش على لاهوته. لاهوته لم يفارق ناسه طول لحظة واحدة ولا طرفة عين. نفس الإيمان صد به سهام الشرير الملتهبة. لما تلاقي حرب يأس، تجيبك سهم يأس من إبليس إنه ما فيش فايدة، وانت يا ما جهدت ومش عارف تصلح في نفسك، والدنيا كلها ملخبطة والعالم كله فاسد، تقولوا بعدين وربنا قال لي، قال لي كده، قال لي في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الكتاب علمني أنه الصديق يسقط ويقوم 7 مرات. ربنا يسوع قال لا تخافوا، لا تخف لأني معك، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. كل ده اسمه ترس الإيمان. إيمانك يصد كل سهم يجيلك. سهم ده سهم شك، سهم غيرة، سهم تجديف، أيا كان نوع الحرب اللي جاي عليه. ساعات تيجي سهام الماديات، الإغراءات، يجيلك كده إغراء أو سهم ملتهب. فلوس تيجي سهلة قوي بس بطريقة ملتوية. عرض مغري جدا انك تتنازل عن احد مبادئك في سبيل كده تغتني وتبقى حاجة كبيرة قوي، زي التجربة اللي جات لربنا يسوع، واعطيك هذه جميعها ان قررت وسجدت لي. قال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعود. ترس الايمان تقول على طول لا، هو المسيح له المجد، قال لي أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه، اطلبوا أنتم ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أنا مش عاوز في الدنيا غنى، أنا عاوز عند ربنا غنى. أنا مش عاوز غنى الدنيا وبعدين معاه هلاك أبدي، أنا عاوز حتى تعب الدنيا بس نصيب في السماء. فأنت بالإيمان بتصد. لو الإيمان ده تهز، تلاقي السهم من دول دخل قلبك وعقلك وجرحك وحرقك، وتلاقي نفسك مش عارف تعيش وتنهار أحيانا. ترس الإيمان به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لنا إن لو كان لكم إيمان زي حبة خردل بس كنت تنقلوا جبال. الإيمان ده قوي قوي، كنا ممكن ننقل جبال لو عندنا إيمان أقوى من كده. الجبال دي احيانا تكون جبال الهموم اللي فوق صدر كل واحد. الهم ده زي الجبل، ثم هو الهم ده ببساطة يتشال بزقة واحدة لو عندك ثقة ان ربنا هو اللي شايل. بس طول ما انت معتقد انك انت اللي شايل وانت المسؤول وانت اللي هتحرك الدنيا ويا ترى بكرة هيحصل فيه ايه، دايما انت ما عندكش ايمان كفاية. انت ناسي ان ربنا ابوك، انت ناسي ان ربنا بيحبك لدرجة مات عشانك، انت ناسي ان كل الاشياء تعمل معا للخير، انت ناسي انه ذهب يعد لنا مكانا ويأتي ايضا ويأخذنا. فين ايمانك؟ فتلاقي الجبل عمال يتقل، امراض تخليه يتقل، تجارب تخليه يتقل، هموم. طب وانت ما انت شايل لوحدك ليه؟ ترس الايمان يخلي الجبل يطير، ينتقل. يعني ايه؟ ما خلاص مش فوق صدرك، كل الهموم دي تتشال شوية ايمان بسيط. بعد كده يقول خذوا خوذة الخلاص. خوذة الخلاص ليه سماها الخوذة؟ الخوذة بيلبسها العسكري او المحارب عشان تحمي راسه. وطبعا اهم حاجة في حياة الانسان كان اعتقادهم على الاقل زمان الراس والقلب، لان الجرح فيهم مميت. يا جزء جرح في الرجلين والإيدين والحاجات دي ما يموتش على طول. فزي ما حط الدرع على القلب والصدر، حط الخوذة على الرأس. يعني ايه خوذة الخلاص؟ الخوذة تلم الرأس وتبقى ايه ماسكة دماغك عشان لو جت طوبة ولا حجر ولا سهم ولا سيف تخبط في الحديد ما يحصل لكش حاجة. يا جزء توقعك شوية لكن مش يحصل لك حاجة. يعني يبقى فكرك محصور في الخلاص.
يعني قصة الخلاص شغلك من ساعة ما تصحى لغاية ما تنام. وهنا عاوز أقول حاجة، ما فيش أجمل من كنيستنا القبطية يعني تلبسنا خوزة الخلاص. أقول لكم إزاي. مثلا في صلاة الأكدية عشان تعيشنا فكر الخلاص، أول ما تصحى من النوم تقول لك صلاة باكر. طب إيه صلاة باكر؟ افتكر قيامة المسيح. طب وأنا مالي؟ أقول لك إزاي، ده هو لولا أن المسيح قام كان يبقى أنت كده مكانك الموت الأبدي. قيامته عشانك عشان أنت تقوم بعد كده. ففكر خلاص أن المسيح مات وقام، وكل يوم مع نور الشمس بقول أنت يا رب النور، أنت الحياة الجديدة، أنت كده اديتني نعمة القيامة، لأن المسيح مات وقام عشان إحنا كمان لما نموت نقوم. تيجي الساعة الثالثة 9 الصبح، فكر الخلاص، أنت فيك الروح القدس، اوعى تنسى ده فكر خلاص. يعني إيه؟ أنت غير الناس، أنت هيكل لروح الله. ونقعد نقول له أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالي الكل كنز الصالحات معطي الحياة، تفضل حل فينا طهرنا. يبقى الروح القدس اللي فينا هو اللي بيخلصنا، هو اللي بيكمل عمل الفداء بتقديسنا وتنقيتنا. فانت ده فكر خلاص. ليه؟ لان الروح القدس اللي فيك مسؤول يسوقك لو تمشي معاه بس لغايه ما يدخلك السماء. عربون الميراث. تيجي الساعه 6:12 تلاقي فكر الصليب. يا من في اليوم السادس وفي الساعه 6 سمرت على الصليب من اجل الخطيه. ما ده فكر الخلاص. عشان ما تقول يا رب انت اتصلبت عشاني في الوقت ده، ده انا لازم اكره الخطيه اللي عملت ده كله، اللي حرماني من ده كله، طلعت غالي عندك، دمك ما استخسرتوش فيا، طب يا رب كمل بقى جميلك ووصلني السم. فكر خلاص. الساعه 9 المسيح مات على الصليب. طب ازاي مات وهو ربنا؟ لانه اله متجسد. يا من ذاق الموت بالجسد. فكر خلاص. يبقى المسيح مات فعلا، مات فعلا، لانه لو ما ماتش فعلا يبقى انا ما خدتش حاجه. انما المسيح بموته الحقيقي وقيامته الحقيقيه اصبح ليا خلاص. كل ده اسمه خوذة الخلاص. شوفوا الكنيسه بتعمل ايه، كل صلوه بتفكرك بعمل المسيح. يجي الغروب النوم يقول لك العمر ده هيخلص، اليوم هيخلص والعمر هيخلص. جهزت نفسك لمجيء المسيح ولا لا؟ استعدت للقاء العريس؟ ما ده فكر الخلاص. أتاري الخلاص يبدأ بتجسد المسيح وفدائه، ولكنه ينتهي في الآخر بإيه؟ بلقائنا مع المسيح في السماء بالحياة الأبدية. عشان تقول بقى الخلاص كمل يبقى تدخل السماء الأول وبعدين تقول. كل ده معروض يوميا لو بتصلي الأكبية. وبعدين تيجي في القداس خوذة الخلاص. من ساعة ما تدخل الكنيسة تلاقي فكر الخلاص شغلك. مثلا في قداس المؤمنين، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت اللي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور. إيه الحكاية دي؟ حكاية الخلاص. كل قداس تتحكي، كان قداس باسيلي ولا غريغوري ولا كيرلسي، هي نفس الحكاية. ربنا خلقنا والموت دخل طبعنا والفساد، أم المسيح تجسد عشان يفدينا عشان يخلصنا. خوذة الخلاص جوه القداس مع صلاة أديوس أو قدوس بتاعة الكاهن يعيد القصة تاني. وتجسد وتأنس وقام من الأموات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. إيه الحكاية دي؟ واحد ممكن يقول الله ما أنا حافظ الحكاية وعارف حافظها وعارفها، بس دي خوذة ما تسيبش دماغك. هي القصة دي اللي هتدخلنا السماء، هي دي حياتنا، ملناش غيرها. فما تقعد تفكر فيها صبح وظهر وليل وكل قداس وكل عشية، ما وراناش غيرها. يبقى خذوا خوذة الخلاص، يعني خلي فكرك محصور فيما فعله المسيح لأجلك. ازاي الخلاص ده تم؟ ازاي انت مسجون وربنا فك سجنك ودعاك لحرية مجد أولاده؟ ازاي الواحد مديون وربنا دفع الدين واطلق سراحنا؟ ازاي الواحد ميت في الخطيه وربنا قومه من الموت بالفداء اللي عمل؟ وكل ده يكمل على عتبه السماء. خذوا خوذة الخلاص. ليه؟ يجي لك بقى فكره كده غلط تقول لك ما يمكن المسيح مش اله. لا، كده بقى تبقى قلعت الخوذه، كده راسك مكشوفه.
يقول لك الجسد والدم مش جسد ودم حقيقي ده كده وكده كده راسك مكشوف ليه او ما هتخلص ازاي. ده هو قال من لا يأكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دم وليست له حياة فيه. حاسب على خلاصك تلبس الخوذة عدل لانه في سهام هتخبط في سيوف هتخبط. في واحد يجي لك يقول لك طب وايه قيمة المزامير والصلوات؟ حاسب اديك شفت الصلوات دي بتعيشك في حياة المسيح كل يوم لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. أنت هو حياتنا كلنا ورجائنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا. أنت كل في الكل. اسمه فكر الخلاص أو خوذة الخلاص. وتلاحظ أن احنا نحب نقول دايما يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. مخلصي كلمة مخلصي تتكرر كتير قوي في صلوات الكنيسة. يبقى خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. زي ما قلنا كل اللي فات ده بيصد الترس بيصد والدرع بيصد والحذاء بيحمي والمنطقة بتحمي. فاضل بقى السيف. السيف يصد ويرد. سيف الروح اللي هو كلمة ربنا. ممكن يجي لك تعليم غريب هتقاومه ازاي؟ التعليم الغريب من الانجيل. اي فكرة تطلع غلط في الدنيا هل احنا نقول يعني كده اراء وخلاص شكلها غلط؟ لا شكلها غلط ليه؟ احنا نشوف ربنا قال لنا ايه ومن الانجيل وتفسير الاباء والكنيسة نرد ونصد. وسيف الروح يكسر اي فكرة غريبة. يا ما بدعة عدت على الكنيسة 20 قرن أو 21 قرن ما فيش قرن ما فيهوش بدعة وهرطقات وتعليم غلط. كان إيه دايما المرجع؟ الإنجيل. سيف الروح اللي حمل الإيمان لغاية النهاردة سيف الروح. سيف الروح الذي هو كلمة الله مش بس هيصد البدع والهرطقات، هيحميك أنت من حيل إبليس، وفي نفس الوقت هو اللي بيه تخترق مملكة إبليس. ليك إنسان غالي عليك الشيطان شده وانت عاوز تنقذه، تعمل ايه؟ تاخد سيفك وتروح وتحارب. تحارب طبعا دينا فهمنا مفيش حرب مع بشر انما الحرب مع الشياطين. يقول لك الدنيا شغلاني، تقول له ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ يقول لك اصل الشيطان قوي، تقول له الذي معنا اقوى من الذين علينا، تقول له اصل خطاياي كثيرة قوي، تقول له خطاياكم لا اعود اذكرها اطرحها في بحر النسيان، كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير مثل الثلج. ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ بجيب من الانجيل وارد. فكل ما يكون اللي قصادي مغلوب ومقصور ايه اللي يساعده؟ لو انت ماسك سيف الروح. لما تقول له الانجيل قال، ربنا قال، المسيح قال، انت بترد بقوة. ربنا يسوع له المجد عشان يعلمنا سيف الروح. رد في الثلاث تجارب بتوع الجبل بكلمة الله، مع ان المسيح له المجد والله متجسد، انما عشان يعلمنا ازاي نحفظ ونرد. لما قال له قل لهذه الحجارة ان تصير خبزا، قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. لما قال له قل أعطيك هذه جميعا إن خررت، قال له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده. لما قال له مش ارمي نفسك والملائكة تشيلك، قال له مكتوب لا تبر بالرب إلهك. ليه بيقول لنا مكتوب دي؟ عشان نعرف إزاي نمسك سيف الروح. تعرف تقول في كل مشكلة مكتوب، تثق في كلمة ربنا وحافظها ومذاكرها ومشغول بيها زي اللي ماسك السيف وبيعرف يحركه، يعرف يرد بيه، يعرف ينقذ بيه الناس. كلمة ربنا قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة، بس الهم والباقي علينا. يا ترى احنا ماسكين في الإنجيل وحافظينه وبنحبه وبنعرف ننقذ بيه الناس وننقذ بيه نفسنا؟ سيف الروح الذي هو كلمة الله. يبقى كده معلمنا بولس تصور ان كل واحد فينا محصن من رجلين راسه، من فوق في خوذة، على القلب في درع، في الايد الشمال في ترس، في الايد اليمين في سيف، على المنطقة في منطقة، في الرجلين في
حذاء الإنجيل سلام إذا الواحد كده متخطي من رأسه لرجليه. مش بس كده، بعد ما حط لنا السلاح ده كله قال ايه؟ مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. الآية دي مدرسة في الصلاة لوحدها. ليه؟ في الأول بيقول ايه؟ مصلين بكل صلاة وطلبة. ساعات واحد يقول أصلي ازاي أو أصلي ايه؟ نقول له صلي كل أنواع الصلوات، يعني الترنيم صلاة، صلاة التسبيح، صلاة القداس طبعا، صلاة الأجبية طبعا، صلاة طيب أعرف أكلم ربنا كده مني ليه، صلاة اسمي ربنا يسوع على لساني، صلاة كل انشغال بربنا اسمه صلاة. فبيقول مصلين بكل صلاة وطلبة، كل علاقة مع ربنا اسمها صلاة. فكل اللي بنقوله ده ينفع، كل دي صلوات. إنما في شرط مهم، كل وقت. يبقى أول بند في الصلاة أنواع الصلاة كتير، أنواع الصلاة كتير. في واحد بيصلي بكلمات الإنجيل، وفي واحد يضيف عليها بعض الكلمات من عنده. إنما كلنا تعلمنا قوة المزامير، بنحب كلنا القداس، تسابيح الكنيسة، صلوات غنية، كل دي صلوات. ثاني بند كل وقت، الشطارة انك تملى الوقت صلاة. ازاي يبقى مخك في ربنا طول الوقت؟ هو ده التحدي. ما يجوز تبتدي اليوم بصلاة باكر، صلاة الثالثة، السادسة، خدت نص ساعة، خدت اكتر. طب وبقيت اليوم عاوز مخك ما يطلعش من ربنا. هي دي الصلاة كل وقت. مفيش، ما ينفعش عند القديسين تقول خلصت صلاة. خلصت صلاة يعني ايه؟ بالنسبة لهم زي واحد يقول ايه، ما انا اتنفست خلاص، نفست خلاص. هو في حد بيخلص نفس؟ نفست خلاص تبقى موت لو بطلت تتنفس. فالصلاة عندهم زي النفس. فانت بتصلي بكل صلاة وطلبة كل وقت. خلصت صلوات الأجبية وانت بتتحرك عمال تكلم ربنا، مش مركز كفاية، عمال تقول صلاة يسوع. في موضوع شغلك حوله صلاة، زي فيليب 4 يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. مش لاقي كلام تقوله، قول له رب أشكرك، أسبحك يا رب، أحبك يا رب، المجد ليك يا رب، أنقذني يا رب، نجيني يا رب، أصلح حالي يا رب، اهديني يا رب، اهدي الناس. كل صلاة وطلبة كل وقت. يجي بند ثالث في الصلاة، في الروح. القديسين يعلمونا ان في اربع درجات من الصلاة. في صلاة الفم، الواحد يكون الكلام، والبعض ما بيعتبرهاش درجة خالص. الدرجة الاهم والاعلى صلاة الفكر او الذهن، صلي بالروح وصلي بالذهن، تبقى فاهم بتقول ايه. في واحد يقول فلنشكر صانع الخيرات الرحوم والله، وهو مش واخد باله بيقول ايه. وفي واحد يقولها وهو مركز، فلنشكر صانع الخيرات، مركز بدرجة أحسن. درجة ثالثة صلاة القلب، أن الواحد يحس بالكلام، الكلام طالع من قلبه. فلما بيقول يا صانع الخيرات بيقولها هو عنده عرفان، بدرجة أعلى. أعلى درجة يسموها صلاة الروح. صلاة الروح فيها الثلاثة اللي فاتوا، فم وعقل وقلب، لكن هي كمان يقودها روح الله. مش مجرد مجهودك الشخصي في التركيز، مش شطارتك انك تنفعل، لا ده في درجة اعلى من كده. الروح القدس هو اللي سايقك وانت بتصلي، زي ما قال في رومية 8 الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. تبقى مش عارف صليت قلت ايه من كتر ما انت كنت كده هيمان في ربنا وغرقان في ربنا. والروح القدس هو اللي بينطقك الكلام، وساعات تبقى ساكت مفيش كلام بلسانك، انما قلبك عمال يدق في صلوات حلوه. زي عند الرهبان قول مشهور يقولوا ايه، سكت لسانك ليتكلم قلبك، ثم سكت قلبك ليتكلم الله. يتكلم الله يعني ايه؟ يعني بقت الصلاه
قيادة روح الله، والروح القدس هو اللي مدخلك في جو الصلاة. هي الصلاة دي رايح راجع، أخذ وعطى بينك وبين ربنا، اتصال. طب انت اتكلمت، ربنا بيرد ولا لا؟ يصلي ربنا يرد بعمل الروح القدس. فمعلمنا بولس الرسول عاوزنا في الروح على طول، درجة عالية، يا ريت كلنا نقرب منها، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. مين فينا وصل لدي؟ وطبعا ربنا يسوع هو اللي علم كده لما قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ده تعليم المسيح له المجد. قال لازم الواحد يتعود يصلي وما يملش. معنى كده في الأول يمكن تجد نوع من الملل، انك انت مش قادر تطول، مش متعود تركز فترات طويلة. معلش كل ده جهاد، وقصاد الجهاد هتاخد نعمة، نعمة التركيز ونعمة الاحساس وبعدين نعمة الصلاة بالروح. مش بس كده، يقول وساهرين لهذا بعينه. يعني الواحد يستغرب، الرهبان دول مش مكفيهم النهار يصلوا، كمان يصحوا بالليل يصلوا؟ ايوه ليه؟ ما هو خسرت النوم. ساهرين لهذا بعينه، يبقى الواحد بيكسر النوم عشان يقضي يصحى يكلم ربنا. لان لسنا اولاد ليل ولسنا اولاد ظلام، احنا اولاد نور، احنا اولاد السهر. اسهروا اذن لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي ياتي فيها ابن الانسان. يا بخت اللي بيسهر يكلم ربنا. طبعا الناس كلها سهرانة في الغلط وسهرانة في حاجات بطالة، وهو سهران مع ربنا. طيب لما يجي المسيح له المجد، خلاص التمييز واضح قوي بين واحد سهران معاه كل ليلة حبيبه يحكي معاه أدخل إليه وقت عشاء معه وهو معي، وبين واحد سهران مع الدنيا. الفرق صريح واضح. ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة. شوفوا بقول لكم الصلاة، الآية دي مليانة بنود الصلاة. تعلمنا أن الصلوات أشكال وألوان، تعلمنا أن الصلاة كل وقت، تعلمنا أن الصلاة في الروح، وتعلمنا الصلاة يجوز معها السهر. وكمان تقول إيه؟ بكل مواظبة. كلمتين دول ممكن الواحد يعملهم في يوم، يتحمس كده ويصلي بذمة كده، يكون في خلوة ويكون في مؤتمر يكون في دير، ويصلي يوم طويل حلو كده بتداب قداس وصلوات مزامير وقضاء آية إنجيل وقعد ينادي على ربنا. طب هي هتقف عند يوم واظب؟ يبقى بند المواظبة مهم جدا في الصلاة. مش كفاية انك تصلي في يوم ثلاث اربع صلوات، المهم الاهم انك تصلي كل يوم. المواظبة هنا هي اللي هتخلي الصلاة طبيعتك، هتخليك رجل صلاة او انسان صلاة، تبقى بتاع ربنا. لانه في ناس النهاردة بتقول ليه بس صلوات شخصية كده، ما الواحد يكلم ربنا. طبعا دي بدعة. ليه؟ عشان الناس ما تصليش في الاخر، ناس هتقول كلمتين وفي دقيقتين ومحدش هيكمل. الصلوات اللي عندنا دي بتخلينا نواظب، والمواظبة بتقربنا من ربنا وتكبرنا في ربنا. انما اللي عاوز التيك اواي ده اللي على السريع قوي ده، طب ما ده ما بيكبرش حد. بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. بند آخر في الصلاة، ما تكونش بتصلي لنفسك بس، صلي للناس كلها، صلي للقديسين اللي عايشين حواليك. هو كان هنا يقصد لأجل جميع القديسين ولأجلي، بولس هيقول كده. يبقى مسموح نصلي لبعض؟ ده لازم نصلي لبعض، لأن علامة المحبة هي الصلاة. يمكن في واحد حبيبك بس بعيد عنك، تخدمه ازاي؟ طيب تقدم له محبة ازاي؟ صلي له. ولو بعد عنك زيادة شوية وراح السماء، هتعمل له ايه؟ هتصلي له برضه. اذا الصلاة هي لغة الحب الاولى. ما تحب انسان اول حاجة تصلي له، لان يجوز ما تقدرش تخدمه، يجوز ما تعرفش تقول له بحبك، يمكن لا الظروف تسمح ولا الاسلوب يسمح. انما حد يقدر يعطلك انك تصلي له؟ ممكن. وبالتالي الصلاة هي لغة الحب الاولى، ولان وصية المحبة اغلى وصية في الكتاب، تبقى الصلاة اغلى تطبيق للوصية. بما ان المحبة اغلى وصية، يبقى الصلاة من اجل الناس اغلى تطبيق لوصية المحبة. في واحد يقول انا كبرت وما بعرفش اخدم وملياش في الكلام،
وما عنديش مواهب زي الناس اللي بتخدم. طيب ما عندكش قدرة تصلي للناس، ده انت كده تبقى عملت احسن من اي حد. لو قضتها صلاة من اجل كل واحد واحتياجاته، ده انت كده بخت بقيت خادم امين جدا قدام ربنا، لانك تذكر كل واحد بطلباته ومشاكله وهمومه، مشغول بيه، مهموم بيه. يا بخت، مش لازم تروح وتيجي. ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي. يبقى حتى بولس الرسول العملاق العظيم ده محتاج صلاة. عشان كده كنيستنا تعلمنا نصلي لأبونا البطرك، ونصلي لأبائنا الأسقفة، ونصلي للكهنة والشمامسة، ونصلي للخدام، ونصلي لنفسنا، ونصلي للأرامل والأيتام، ونصلي للفقراء والمرضى، ونصلي لكل الدنيا، لأن محدش مش محتاج صلاة. مين مش محتاج صلاة؟ بولس الرسول وهو في السجن، هو فرحان بربنا وبيشوف المسيح بعينيه، بيقول صلوا من أجلي. طيب يا ترى أنت عاوزنا نصلي لك ليه عشان تطلع من السجن كفاية؟ مفاجأ بقى، يقول إيه؟ لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام. هي لسه فيها كلام. كلام إيه تاني وأنت جوه السجن؟ هتخليك في المشكلة اللي انت فيها. انت هتقف قدام نيرون تحاكم. قال نيرون ايه بس، وقضية ايه، كلام صغير. انا اللي شغلني عاوز اتكلم عن المسيح. هتتكلم مع مين؟ اللي حواليك شوية مساجين كلهم مجرمين، وشوية عساكر قلبهم حجر. قال وماله ما ربنا بيحبهم، لازم اكلمهم. والزوار اللي يجوا لازم اكلمهم. طب ما هو الكلام اللي جاب لك الكفش، وهو الكلام اللي دخلك السجن، لانك بتقول اسير لاجل الانجيل. قال وماله، وانا ليه شغلانه غير كده؟ طب دي هتثبت عليك التهمه، انت بتبشر حتى وانت جوه السجن. ما هي شغلانه غير كده. قال صلوا لي عشان اعرف اتكلم. عظيم بولس الرسول ده، لسه هتعرف تتكلم بعد السنين دي كلها؟ ده انت غيرت شكل اوروبا كلها. لكن يقول صلوا لي عشان ربنا يديني كلام، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. كان بولس الرسول ده بيعلمنا مبدأ جميل قوي، ان الكلام اللي بيطلع نعمة. واي نعمة محتاجة صلاة؟ للصلاة بتطلب النعمة، تستدر نعمة ربنا. فانت لما تيجي تتكلم عن ربنا صلي في سرك الاول على الاقل، يا رب اديني نعمة، يا رب اديني حكمة، يا رب اديني كلمة. لأن لما يجي تفتح بقك مش أنت اللي هتتكلم، ربنا اللي يتكلم. لو أنت اتكلمت يجوز تتفلسف، يجوز تقول حاجة غلط، يمكن الكلام يطلع ضعيف. إنما لو ربنا اتكلم محدش يقدر يقاوم. فهنا بيقول صلوا لأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. رسالة جميلة لكل خادم فينا، انه يصلي لنفسه ويطلب الصلاة من اجل نفسه، ويصلي لكل اخواته اللي بيخدمه. عند افتتاح الفم يطلع الكلام من الله. وربنا يسوع له المجد وعدنا، قال ما تخافوش لما تقفوا قدام الولاة والملوك، لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه. ربنا يدينا في الساعة دي اللي الممكن نقوله. يبقى الواحد مش عارف يحضر ومش حافظ ومش شاطر في الكلام، انما لا ياخد كلام. لما موسى النبي قال له يا رب انا ثقيل الفم واللسان، انا بعرفش اتكلم من يومي، قال له هو مين عمل الفم للانسان؟ مش ربنا؟ ومين اللي بيخلي انسان اخرس وانسان بيتكلم؟ مش انا عايل الهم ليه يا موسى؟ انا خليك تكلم فرعون. هو كان عايل الهم جدا، هيقف قدام شعبه وهو بيتعسن في الكلام، مش هيملع عينيهم. وكمان مطلوب يقف قدام فرعون، ويقف طبعا قدام الشعب وقدام فرعون والناس كلها تعمل له 100 حساب. ليه؟ لانه اعطي كلمه، لانه عطيه من ربنا. لاجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لاعلم جهارا بسر الانجيل. طلعت كلمه سر جايه كتير في الرساله دي، سر المسيح وسر الانجيل. مش مقصود بيها انها حاجة سر، مقصود بيها انه الايمان بالمسيح
كان مخفى على الناس. من هو ربنا يسوع له المجد؟ ما هو هذا السر اللي أعلن للقديسين؟ والإنجيل في الوقت ده مش مقصود به كتاب، لأنه ما كانش اتكتب الإنجيل في العهد الجديد، مش كمل، كانش الطبع، كانش اتنسخ حتى. لكن الإنجيل هو الموضوع نفسه، هو البشارة. فإيه اللي بيقوله بولس الرسول؟ بيقول الإنجيل. الإنجيل يعني إيه؟ يعني بيبشر بالمسيح، لأن الإنجيل معناها بشارة. الذي لأجله أنا سفير، يعني بسبب الإنجيل أنا سفير في سلاسل. يبدو أن بولس الرسول كان له ألقاب كتير زمان. البعض بيقول أنه كان أبوه إقطاعي وكان غني. بولس نفسه كان مرشح يبقى فيلسوف، لأنه كان دارس يوناني ودارس فلسفة، وكان مرشح يبقى معلم يهودي زي غمالائيل أستاذه، وكان ممكن يبقى له مراكز كبير قوي. إنما على آخر أيامه بقى يعتز بلقب كده عجيب وغريب، لقبه إيه؟ سفير في سلاسل. ودي حاجة يعني كويسة، ودي حاجة يعني تفتخر بيها. هو يفتخر أنه سفير، بس مش سفير نيرون، سفير المسيح له المجد، حاجة كبيرة قوي. وسفير مش في مجد قاعد على عرش في أبهة وعظمة، سفير في سلاسل. هو فرحان بدي، لأجل الإنجيل أنا سفير في سلاسل. بولس فرحان بيها، عاوز يقول لهم يعني ما فيش أحلى من كده، إنه الواحد يبقى بيشتغل سفير عند ربنا، حتى لو فيها سلاسل تبقى إيه؟ مجد عند ربنا، تبقى كرامة عند ربنا، إنه السفارة والأمانة والبشارة والكرازة تحولت إلى سلاسل. ما السلاسل دي مجد مع المسيح وإكليل مع ربنا. لأجل جميع القديسين ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أباهر فيه كما يجب أن أتكلم. يعني بولس مش بيتكلم في السر، حتى عنده جرأة غريبة يقول لكي أجاهر. طب القضية لسه شغالة، أسكت شوية لغاية ما تطلع براءة. ما هو الكلام ده هو اللي جايب لك المشاكل. أبدا، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. يليق بالإنجيل أن الواحد يبقى فرحان وهو بيتكلم عن ربنا، مش بيخبي. برضو كل الأمور تحتاج إلى حكمة، عشان ما حدش ياخد الكلام ده بدون حكمة. تحتاج إلى حكمة وإلى قامة عظيمة زي بولس الرسول، لكن هو فرحان بالشغل مع ربنا. من هو السفير؟ هو السفير بيعمل إيه؟ السفير دي قالها في كورنثوس الأولى 5 لما قال نسعى كسفراء عن المسيح، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. السفير بيعمل إيه؟ السفير شغلته يوصل رسالة من الملك للشعب اللي هو عايش وسطيه، ويوصل ظروف الناس اللي هو وسطيهم للملك بتاعه. السفير هو الممثل الرسمي لملكه اينما ذهب. وعشان كده السفير بيبقى عنده حصانة دبلوماسية. سفراء المسيح عندهم حصانة سماوية، مش حصانة دبلوماسية، تفرقش، حصانة سماوية. ليه؟ عارفين لما يتمثل سفير في أي بلد تلاقي الدنيا قامت ما عادتش، ولو حصل هجوم على السفارة يعتبر هجوم على البلد نفسها، لأن أرض السفارة أرض تابعة للدولة بتاعت السفارة. فهنا السفير يعتبر نفسه دايما وسط البلد اللي هو فيها، هو الملك أو ممثل الملك. فإحساسك أن المسيح له المجد تركك سفير في العالم، يبقى أنت مش من الدنيا دي، أنت موجود هنا سفير بس. ولأنك سفير لازم الخط اللي بينك وبين الملك المسيح ما تقطعش أبدا. ولأنك سفير عليك دورين، تنقل مشاكل الدنيا للملك وأوامر الملك وتقولها للناس، وتسلك كما يسلك ملكك. كل خطوة محسوبة عليك، كل كلمة محسوبة عليك، انت سفير. وانت بتعمل ده كله وانت مطمن، اللي يمسك يمسه، اللي يطولك يطوله،
يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. طب فيها سلاسل، طب ويعني، طب ما الملك اتسلط، ده مش شر ولا حاجة، السلاسل امتداد لصليب الملك، صليب المسيح. فمعلمنا بولس الرسول حاسس انه خد اعظم مهمة بقى سفير، ومش سفير لملك ارض يزول، سفير لملك سماوي. وعشان كده رجع في كورنثوس وقال خلينا كلنا سفراء، نسعى كسفراء عن المسيح. لو كل واحد حس فينا بالقيمة دي، دي اغلى من اي رسالة في حياته، اغلى من اي شغلانة مهما كانت، انك تبقى سفير. بس ليها شرط، انك تبقى على اتصال دائم بملكك، وتبقى عايش غريب في الدنيا دي، وتبقى صاحب رسالة، وتبقى مهموم بهموم الناس اللي حواليك لكن ما بتمشيش بدماغك، وتبقى عندك ثقة ان ملكك مسؤول عنك، وتبقى ما تستكثرش السلاسل من اجل الرسالة بتاعتك. الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن هيختم بقى الرسالة، لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل. هو بيطمن ولاده، هو في السجن. يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب. علمنا بولس في فضيلة جميلة لما يتكلم عن أي حد من تلاميذه يرفعهم جدا ويكرمهم قوي ويكبر ولاده. مفيش رسالة ذكر فيها اسم واحد من الخدام اللي معاه وكلهم يعتبروا تلاميذه إلا ومدح واصطفات في المديح، مع أن كلهم فيهم عيوب وكلهم تلاميذ، لكن هو كأب يحب يكبر ولاده ويثق أن ربنا اللي بيشتغل بيه يشتغل بغيره. فبيقول أحوالي دي هيعرفكم بيها تخيكوس. تخيكوس ده اللي هيشيل الرسالة من روما ويروح بيها أفسس. قال لهم لو في أسئلة بقى شخصية عن ظروفي وكذا، تخيكوس يحكي لكم، هيقول لكم ظروفي والحمد لله في السجن كله تمام. ماذا أفعل؟ يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب. يبقى بيوصف تخيكوس إنه أخ حبيب وخادم أمين. الذي أرسلت إليكم لهذا بعينه، يبقى هو باعت يطمن ولاده في أفسس. يبقى غرض آخر للرسالة هو أنه بيطمن حبايبه في أفسس، تلاميذه، على حاله في سجن روم، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. يبقى هو ما خرجش من السجن ولسه في الوقت ده منتظر يحاكم قدام نيرون، والناس كلها متوقعة إعدام، وهو بيقول بس هو راح يعزيكم. تفضل أخبار مزعجة، أخبار مخيفة، ده نيرون ده محدش بيطلع من تحت إيديه. بولس مش خايف، بولس كان مطمن جدا وقال في رسالة فيليبي أنا عرفت إن أنا هخرج من السجن. فما كانش عنده أدنى اضطراب، لأن ربنا يسوع له المجد كان معزيه جدا. فسلامه جوه السجن وطمأنينته دي كانت بتنعكس على رسائله منها إلى تلاميذه في كل بلد. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. عادة بولس الرسول يختم رسائله بتحية أو بدعوة لأولاده. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله. يعني إيه؟ كلمتين في الكلمتين غاليين قوي في القاموس المسيحي، سلام ومحبة. دول اللي احنا بنعيش بيهم وسط الناس، بيننا وبين كل الناس سلام، بيننا وبين كل الناس محبة. ومصدر السلام في عالم لا سلام فيه هو الإيمان. فيقول سلام ومحبة بإيمان، يعني عشان تجيب السلام ده محتاج يكون عندك إيمان. لو ما عندكش إيمان يبقى ما عندكش سلام. لو عندك إيمان وثقة في ربنا كفاية، هيبقى عندك سلام مهما حصل مهما كانت الظروف. ولو عندك إيمان بربنا، قلبك يتفتح بحب للناس، مش هتبقى خايف من الناس. هيعملوا فيك الناس، إن كان الله معنا فمن علينا. فبيقول سلام من الله ومحبة بإيمان. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، آمين. نأخذ وقت في الآية دي معلش. النعمة
مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. بيختم بها الرسالة كلها، لأنها صدقوني تلخص الفكرة كلها. كلمة النعمة كلمة غالية قوي. إيه هي النعمة؟ النعمة هي كل عطايا الله للإنسان. الفداء نعمة، والتجسد نعمة، والأسرار اللي في الكنيسة نعمة، والروح القدس اللي فينا نعمة، واهتمام الله بينا كل يوم نعمة، وستر الله علينا نعمة، والغفران نعمة، والتوفيق والنجاح نعمة، والمواهب الروحية نعمة، والفضائل الروحية نعمة، والتعزية في الصلاة نعمة، والخدمة نعمة. كل حاجة في حياتنا هدية من ربنا تيجي تحت كلمة كبيرة اسمها النعمة. النعمة دي يتمتع بيها الإنسان في حالتين هنا في الآية دي. النعمة مع جميع مين بقى؟ الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. كل ما تحب ربنا أكثر كل ما تاخد نعمة. من هنا نفهم ليه العذراء بالذات اسمها ايه؟ الممتلئة نعمة، لأنها أكثر واحدة حبت ربنا. ببساطة أكثر واحدة حبت ربنا يسوع كإله وكابن ليها كمان أكثر من كل البشر، فممتلئة نعمة. كل ما تحب ربنا أكثر كل ما تزداد نعمة. يبقى ربنا يميز قلوبنا، فاحص القلوب، شايف. يجوز واحد ما يعرفش يصوم زي الثاني، إنما ربنا بيبص على القلب. يمكن اللي بيصوم أقل شوية بيحب ربنا أكثر، بس ما يعرفش يصوم زي الثاني، لكن يجد نعمة في عينين ربنا أكثر. ليه؟ بيحب ربنا أكثر. يمكن واحد ما عندوش حاجة يقدمها، غلبان، ما عندوش عطايا، إنما في قلبه حب أكثر من كل اللي بيدفعوا ألفات. يطلع زي الأرملة ذات الفلسين اللي ربنا شافها أغنى وأغلى من كل الناس اللي بيدفعوا كتير. ليه؟ ربنا بيبص على القلب. الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. كل ما الواحد حب ربنا أكثر كل ما خد نعمة أكبر. بس في شرط، ما ينفعش تقول بحب ربنا وتعيش في إيه؟ في فساد. عشان كده يقول النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. ما يتفقش أبدا أنك تكون بتحب ربنا وفي كراهية في قلبك، وفي إدانة في لسانك، وفي شهوات بطالة في حياتك، وفي لذات فسادية بعيدة عن ربنا. لا حاسس، ما تمشيش دي مع حب ربنا. من يحبني يحفظ وصاياي. فإذا كنت بتحب ربنا راجع في فساد قد إيه، لأن كل ما الفساد قل كل ما النعمة زادت. كل ما حبك لربنا زاد كل ما نعمة ربنا عليك زادت. فدي هدية ربنا للإنسان، كم تحب الله؟ هي دي أغلى سؤال في حياتك. يا فلان أتحبني؟ ده أهم سؤال. وعلى قد السؤال ده هتاخد قد نعمة. النعمة دي تحفظك اليومين بتوع الدنيا وتدخلك السماء يعني بفرح. فبيقول سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. أمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تخيكوس. وبرضه نقول كلمة صغيرة، أن بولس يعتقد أنه كان بيملي أغلب الرسائل، بيمليها يا إما لضعف بصره يا إما لأن تلاميذه كانوا مرافقين ليه، هما اللي بيكتبوا الرسائل وهما اللي بيشيلوها ويوصلوها للناس. وبعض الرسائل كان يمضي بنفسه ويقول مثلا في غلاطيا انظروا ما أكبر الأحرف، كان بيكتب حروف كبيرة ويقول يعني كلام الذي هو علامة في كل رسالة، يعني خط واضح لما يمضي الرسالة عشان يتأكدوا أن الكلام اللي ملال تلميذه هو موقع عليه. والتلميذ من دول ياخد الرسالة ويبقى مسؤول يوصلها للبلد ويقراها في كنيسة أفسس، وتنتقل من جيل إلى جيل وتبقى ثروة لحياتنا الروحية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.